اي ايفنت يحصل تقول حصل في المكان الفلاني والتوقيت الفلاني، تمام؟ ولو في عربيه واحد راكب عربيه وبيتحرك بسرعه فيه، تمام؟ هو برضه هو عربيته حاطط اطار اسلام معين، بحيث لما يحصل اي ايفنت يقول بالنسبه للعربيه اللي انا راكبها حصل في الموقع الفلاني وفي التوقيت الفلاني، تمام؟ لنفرض ان النقطه دي ايفنت حصل، ايفنت اي حاجه حصل، تمام؟ شافوا مثلا من اي حاجه واحد معدي، واحد بيرقص، اي حاجه، اي حاجه حصلت، نجمه بتتفاجئ في السماء، اي حاجه، تمام؟ الايفنت ده دي كام احداثي؟ دي اربع احداثيات، ثلاثه المكان وواحد الزمن، تمام؟ طيب انت من وجهه نظرك هتشوف الايفنت ده فين؟ الاحداثي بتاعه، الاحداثي السيري، احداثي الاكس بتاعه على البعد، هتقول بعيد 5 متر 6 متر زي ما ايه؟ زي ما يكون. الشخص الاخر هيحكم بالمسافه دي، صح؟ تمام؟ الفرق ما بينهم ايه؟ المسافه المتغيره دي، ما العربيه طول الوقت عماله ايه؟ تبعد، صح كده؟ المسافه المتغيره دي عباره عن في في تي، وده اكس داش، ها؟ يبقى البعد بتاع الايفنت في اتجاه محور اكس بالنسبه للي واقف هيكون ايه؟ هيكون اكس واي زد تي. بالنسبه للشخص اللي واقف الايفنت اللي حصل ده احداثيات، بالنسبة للشخص اللي راكب هتكون الاحداثيات ايه؟ اكس داش واي داش زد داش تي داش، تمام؟ في اي اشكال؟ طبعا الفرق هيبان في الاكس والاكس داش، انما على محور واي مفيش مشكلة، على محور زد مفيش فرق، تمام كده؟ طيب انا اللي واقف عايز صورة العربية دي، عايز أعرف الشخص التاني هنسيبهم يعني؟ احداثيات الشخص التاني هعمل ايه؟ طب نشيل دلوقتي ولا ايه؟ هحول من الاحداثيات بتاعتي للاحداثيات بتاعت الشخص التاني. واضح من الرسم؟ واضح من الرسم ان المسافة اكس، اكس اللي هي دي كلها بتساوي خليني مع اكس داش بلس في في تي، صح؟ صح؟ اكس المسافة دي كلها بتساوي اكس داش بلس في تي، صح؟ هنا بقى الغلطة بتاعت الميكانيكا الكلاسيكية، دي الغلطة بتاعت الميكانيكا الكلاسيكية، دي اسمها تحويلات جالية. طب هي دي غلط علشان تتعارض مع مبدأ ماكسويل ان كل الناس مهما كانت سرعتهم هيشوفوا سرعة الضوء بنفس القيمة، تمام؟ طب ازاي؟ ايه الكلام ده؟ منين؟ مش موضوعنا في المحاضرة، تمام؟ طيب عشان الغلطة دي ايه الصح؟ الصح حاجة اسمها تحويل لورنس، تمام؟ طب برضه كده تحويل لورنس منين؟ مش موضوعنا، احنا هنبدأ على أساس إن تحويل لورنس إيه؟ هنسلم بيه ونستنتج منه اللي احنا عايزين نتوصل إليه، تمام؟ أما بقى كل الكلام ده ليه غلط؟ وإزاي جه لورنس وبتاع؟ يتقال في المحاضرة دي، حلو كده؟ تمام. تحويل لورنس مبدئيا عايز احول من ايه؟ من اكس داش مثلا لاكس او العكس. فبدل ما اقول اكس بتساوي اكس داش بلس في تي هنقول اكس بتساوي جاما في ايه؟ في اللي احنا كتبناه. اكس داش بلس في تي وهنقول داش تي داش. تاني غلطة في الميكانيكا
الاستهلاك انها اعتبرت الزمن كميه مطلقه. في النسبيه لا، الزمن كميه متغيره، وده موضوع المحاضره اصلا. ده موضوع المحاضره اللي احنا هنتكلم فيه. تمام؟ ده تحويل لورنس. لو عملت بالعكس، بالعكس يعني هحول اكس داش لاكس، هتبقى كده. اكس داش بتساوي جاما الاكس ماينس الفي تي. تمام؟ تمام كده؟ طيب الواي داش هتساوي ايه؟ الواي هتساوي الواي داش، الزد هتساوي الزد داش. تمام؟ التايم هيساوي جاما تي داش في على تي سكوير الاكس داش. تمام؟ والعكس لو هجيب التي داش بدلاله الاكس والتي، جاما بيساوي تي ماينس الفي على السي سكوير في الاكس. تمام؟ يهمني بس اللي معاه ورقه وقلم يكتب لي الاربعه دول علشان هنستخدمهم في استنتاج، عشان لما نقول قلناها نبقى عارفين جت منين. الحاصل ان انا دلوقتي، ان انا الراجل اللي واقف ده عايز الحدث اللي حصل ده، السواق ده لاحظه، ايه الاحداثيات بتاعت الحدث بالنسبه لي؟ لاحظه ازاي؟ فهاجي اقول هحسب الاكس داش والبي داش. انا عندي الاكس بتاعتي والتي بتاعتي، وعندي التي بتاعتي والاكس بتاعتي. تمام؟ هقعد اجيب في المعدات دي اقول اه ده صاحبنا اللي سايق العربيه شاف الحدث في الاكس بتاعته قيمتها كانت كذا، وفي التايم بتاعه قيمتها كانت كذا. تمام؟ عرفت فكره تحويل لورنس؟ ها؟ عارفين؟ ها؟ أعيد؟ 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 طيب دلوقتي أنا واقف هنا أو سيادتك واقف هنا وفي واحد ماشي بالعربية بالنسبة لك كده، حلو؟ تمام؟ أنا ليا الأحداثيات الخاصة بيا، تمام؟ وليكن ده محور سين بالنسبة لي، وده محور ص، وده محور س كده، تمام؟ أو العكس، ده سين، ده ص، وده ز، وده عين. حدث ما هيحصل، هقيس الأحداثيات بالنسبة للمحاور بتاعتي، وهقيس الزمن، وهبص الأحداثيات بتاعت أول حدث بتاعي حصل في إكس كذا، واي كذا، زد كذا، تي كذا. تمام؟ بقيس المكان بتاع الحدث في الزمان بتاعه. طيب خلاص روح أنت ولا اللي ماشي بالعربية هيتفق معايا في المكان؟ ما هو قريب من الحدث أو بعيد من الحدث، مش هيبقى إيه؟ بينه وبين الحدث نفس المسافة. هيتفق معايا؟ مش هيتفق معايا، هيبقى ليه المحاور الخاصة بيه. وليكن اعتبر ان التلفزيون بتاعه نقطه اصل، وبالنسبه لها بيقيس المسافه ما بينه وما بين الحدث بالاكس داش بتاعته، بالواي داش بتاعته، بالزد داش بتاعته. تمام؟ طيب انا اللي واقف هنا عايز اعرف هو بيقيس ازاي؟ عايز اعرف المقاييس اللي طلعت، انا طلعت الارقام دي، عايز استنتج الارقام بتاعت السواق. اعمل ايه؟ استعين بده بمعدل تحويل لورنس. أقول هو شاف الحدث على بعد قد إيه؟ أنا عارف بعد الحدث بالنسبة لي، صح؟ وعارف زمن الحدث بالنسبة لي، وعارف سرعته بالنسبة لي، فلو عوضت في القانون ده أعرف بعد الحدث بالنسبة له هو. وهسأل، أنا شفت الحدث ده الساعة 6، هو ممكن يكون شاف الحدث الساعة 6 و5. دي بقى الفيزياء الحديثة. دي الفيزياء الحديثة، ده اللي احنا هنتكلم عليه بقى. دي محاضرة. تمام؟ فهو عشان أعرف الزمن بتاعه، أنا عندي الزمن بتاعي أنا والمسافة بتاعتي أنا والسرعة النسبية، هقعد في المعادلة دي. تمام؟ أعيد. ها؟ ده التحويل علشان أعرف بعد الحدث وزمان الحدث بالنسبة لغيري شكله إيه؟ هستخدم تحويل لورنس. تمام؟ كتبت الأربع معادلات دي؟ تمام؟ ده تحويل لورنس، دي الفكرة. طيب
هنتكلم بقى على حاجه اسمها ايه؟ التايم دايليشن، التاخير الزمني. طبعا في الميكانيكا الكلاسيكيه كنا فاكرين ان الزمن اللي بمر بالنسبه لي، يعني انا مر عليا ساعه هتمر في نفس الوقت ساعه بالنسبه لغيري. الكلام ده ما يصحش في الاصل وفي الفيزياء الحديثه. هو مش هيكلف في السرعات القليله جدا اللي هي اقل من سرعه الضوء بكتير، اللي هي سرعه الصاروخ عندنا، مش هيبان الكلام ده ليه؟ انما يبتدي يبان لما نوصل مثلا لربع سرعه الضوء، لنص سرعه الضوء، يبتدي يبان فرق التوقيت. ان الساعه اللي بتمر عليا ما بتمرش على غير اللي بيتحرك بسرعه غير اللي انا بتحرك بيه. تمام؟ واللي هنشوفه. مبدئيا برهان تحويل لورنس مش موضوعه. المهم ان ده التحويل اللي هنبني عليه المحاضره بتاعتنا. هنستخدمه للاستنتاج، تمام كده؟ يعني خلونا نسلم بيه. عندي حاجه اسمها التايم دايليشن. يعني ايه التايم دايليشن؟ يعني الاختلاف الزمني بين الوقت اللي بيمر بيا وبيمر بغيري، لانه بيتحرك بسرعه غير السرعه اللي انا بتحرك بيها. تمام؟ احنا كلنا مع بعض في المدرج ده، محدش بيتحرك بسرعه بالنسبه للتاني. فالساعه اللي هتمر علينا هتمر علينا كلنا ساعة، كلنا. لو واحد بقى بيتحرك كده بسرعة عالية جدا ومرت هنقول دقيقة، تمام؟ هو ممكن يمر عليه نص دقيقة، احنا دقيقة وهو نص دقيقة. دي نسبية الزمن. الزمن مش مطلق، الزمن نسبي. طيب منين جه الكلام ده؟ برضه أنا واقف هنا هرصد واحد بيتحرك، دي ساعة ودي ساعة، تمام؟ الأحداث بتاع الساعة الأولانية إكس 1 اللي بيتحرك في لحظة ما اسمها تي 1 كان في الحتة دي. ودي ساعة هو كمان، وبيرصد الزمن بتاعه هو كمان، بس الزمن بتاعه ايه؟ يبقى احنا اتفقنا ان الزمن مش كمية ايه؟ مطلقة. ما نعرفش هو بيشوف زمن كام، يعني هو بيشوف زمن تي 1 داش. لو طلع في الاخر هو تي 1 مفيش مشكلة. بس بلاش نبدا بفرضيه ان تي 1 داش هي تي، تمام؟ طيب ده الموقف رقم واحد. الموقف رقم اثنين او اللحظه رقم اثنين هو كان هنا عند النقطه اكس 1، تمام؟ وهو جواه عنده احداث اكس الخاص بيه، يعني واقف وليه احداث اكس الخاص بيه اكس 1 داش، تمام؟ أنا راح سهول، أنا راح سهول سهول. لو في حاجة مش مهم تقترح مبدئيا دلوقتي. أنا بتكلم في حاجة مش مفهومة؟ ها؟ يعني سيبكم من حتة الاقتراع دلوقتي. في حاجة مش مفهومة اللي أنا بقولها؟ طيب. اللحظة الثانية هنشوف بقى لما إيه؟ صاحبنا اللي بيتحرك ده يجي هنا. عند النقطة ايه؟ بالنسبة لنا النقطة دي بالنسبة لنا اكس 2 صح؟ وهو ليه ساعة 2؟ طبعا دي كانت لحظة بالنسبة لنا تي 1 صح؟ أصبح هنا فبالنسبة لنا تي 2 وهنا
تي تو داش حسب صح. حلو الرسم واضحه؟ كتبت المعادلات اللي انا قلت عليها عشان هنجيب منها دلوقتي. طيب الرحله استغرقت بالنسبه لي انا اللي واقف بره بتفرج عليها من هنا لهنا استغرقت قد ايه؟ الفرق ما بين تي 2 وتي 1 تمام؟ الفرق ما بين الزمنين هيبقى تي بيساوي تي 2 ناقص تي 1. حد عنده اعتراض على دي؟ طيب في تحويلات لورنس قلنا ايه؟ قلنا ان التي بتساوي جاما
الجوهر هي النسبة ما بين الزمنين. النسبة ما بين الزمنين. ما بين زمن المتحرك ده زمن الشخص الايه؟ المتحرك. وده زمن مين؟ الأوبزرفر، الرافض، السلطة الصانعة، السلطة الصانعة. تمام؟ النسبة ما بينهم جوهر. جوهر دي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على السكوير روت 1 ماينس بيتا سكوير. طب ايه هي البيتا؟ البيتا بتساوي سرعة الحركة، سرعة نسبية ما بين الجسمين. أنا كنت بقى 1 ماشي بالعربية، سرعة العربية على سرعة الضوء. طيب مين شرس؟ تمام؟ منين جت؟ مش موضوعنا. منين جت؟ مش موضوعنا. دي كلها هنستخدمها علشان نتكلم عن الموضوع بتاعنا اللي هو ايه؟ التايم ماشين. حلو كده؟ يبقى الزمن اللي بيمر عليا انا غير اللي بيمر على واحد راكب قطر، غير اللي بيمر على واحد راكب تاكسي، غير اللي بيمر على واحد راكب طياره، غير اللي بيمر على واحد راكب حمار. كل واحد على حسب سرعته الخاصه. مين اللي بيحكم؟ الريشمن. لما نيجي نقارن ما بين اي زمنين بين اطارين مختلفين في السرعه الريشمن. الريشمن بتساوي كام؟ الرقم ده اللي هو دلالة بيتا اللي هو السرعة النسبية على سرعة الضوء. طب نشوف مثال الأرقام علشان نتصور الموضوع. عندي واحد هيطلع رحلة للفضاء. قبل ما أقول المثال يا جماعة الصوت السرعات بتاعتها السرعات المنخفضة بتاعتها لو عوضت بيها في الميتا هنا بالنسبة لسرعة الضوء هي قيمة أقرب إلى الصفر. تمام؟ لما نيجي نعوض هنا في الجوهرة هتبقى 1 ناقص البيتا اللي هي قريبة جدا من الصفر، فتقريبا الجوهرة كام؟ 1، فيبقى مفيش فرق ما بين الزمنين. عشان كده في الميكانيكا الكلاسيكية ما بنلاحظش الفرق ده، لأن سرعتنا أقل بكتير من سرعة الضوء. أقل بكتير من سرعة الضوء. وبالتالي الفرق ده ما بيبانش. يبقى انت ابتداء من ربع او تلت او نص سرعه الضوء واحنا طالعين يبتدي بقى ايه الجامعه دي يبقى ليها قيمه تاثر في النسبه دي. علشان الربع امثال واقعي يبان فيه الفرق ما بين الزمنين لازم بقى نتكلم على سبيس شيب مركبه فضائيه بتتحرك بسرعه معتبره كده زي مثلا نص سرعه الضوء ونشوف بالارقام. عندي دي الأرض، دي الكرة الأرضية، تمام؟ وده واحد واقف على الكرة الأرضية هيتاهي رحلة معينة طبعا. واحد قرر إنه يروح لنجمة، عمل مركبة فضائية أهو، هيروح لنجمة اسمها إيه؟ سيريس. تمام؟ النجمة دي بعيدة عن الأرض مسافة قد إيه؟ ثمان سنين ضوئية. 8 لايت يير. 8 لايت يير يعني إيه؟ سنة ضوئية. تمام؟ هو السفينة الفضائية بتاعته اهو هسمي الشخص ده داش. تمام؟ وليه سنة وليه مسافة وليه كل حاجة خاصة بيه. طيب سرعة السفينة، سرعة السفينة دي قد ايه؟ سرعتها قول 8 من 10 من سرعة الضوء. 8 من 10 من سرعة الضوء. تمام؟ صحيح صحيح. قال أنا هاخد السفينة الفضائية بتاعتي من هنا هروح للنجمة دي وهرجع تاني. تمام؟ هيروح رايح كده. نبتدي احنا نحسب الوقت. نقول ايه؟ كل واحد هنقيس زمن الرحلة. احنا العلاقات هنقيسها ازاي؟ وهنقول
هيستنتج زمن الرحله مره بالنسبه له ازاي؟ طيب احنا على الارض هنقيس الزمن ازاي؟ بالقانون البديهي جدا الزمن بيساوي ايه؟ المسافه على السرعه. طيب المسافه بتاعته كام؟ 8 لايت يير. 8 لايت يعني سي يير، لايت خطوط سي هي سرعه الضوء، تمام؟ والسرعه 8 من 10 من سرعه الضوء، تمام؟ طيب 8 على 8 من 10 يطلع كام؟ يطلع 10، والسي مع السي اتبقى هنا ايه؟ اليير. يبقى احنا قررنا ان صاحبنا ده هيروح الرحله بتاعته رايح في 10 سنين، واكيد راجع بنفس السرعه بنفس الظروف، هيرجع في ايه؟ في 10 سنين، تمام؟ حسبناها المسافه 8 8 سنين ضوئيه، السرعه 8 من 10 سنه من فوق، المسافه على الزمن هيروح في 10 سنين وهيرجع في 10 سنين. يبقى زمن الرحله بقى بالنسبه لنا احنا هيبقى قد ايه؟ هيبقى 20، يعني هيروح ويرجع على 20 سنه، تمام؟ السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه، هل هو عمره هيزيد 20 سنه؟ جميل، ايه اللي هيحكم القضيه دي؟ العلاقه دي احنا اللي حاسبينه ده عايزين نعرف هو هيعدي عليه كام سنه؟ هو هيعدي عليه كام سنه؟ فهنقول تي داش هتساوي التي اوفر جار، تمام؟ الجار هتيجي من العلاقه دي فيها البيتا، البيتا بكام؟ البيتا 8 من 10 سي اللي هي الفي اهي على سي طلعت 8 من 10. لو عوضنا هنا قيمه البيتا اللي هي 8 من 10 تقريبا هتطلع لي البيتا بكام؟ الجار نفسها هتطلع لي ب 5 على 3. حلو؟ يعني هيساوي 3 على 5 تي. طيب 3 على 5 من 20 بكام؟ ب 12 سنة. يبقى الرحلة اللي احنا قاعدين حسبنا قالوا احنا قاعدين مستنيين انه يرجع بالسلامة. أعمارنا زادت قد إيه؟ زادت 20 سنة. أعمارنا زادت 20 سنة. وهو سنه زاد قد إيه؟ 12 سنة. مش هخش في التوين بارادوكس في معضلة التمام ده موضوع. تمام؟ وفقا النظريه النسبيه اللي احنا ابتدينا بالمسلمات بتاعتها بتاعت قوانين لورنس دول. يبقى هو مر عليه 12 سنه واحنا مر علينا قد ايه؟ 20 سنه. اتفضل. هل نمو الجسم نفس النمو؟ هل ايه؟ نمو يعني يكون ده ضربات القلب وبتاع قصص عايز اشرحها، ده في اكتر من كده يعني لو في وقت. بس عموما يعني المجال ملوش دعوه بقى بالايه؟ بالنتائج المتعلقه بالاخطار بقى النمو وضربات القلب والضغط وكده بيتعمل للتسليه. يعني في حاجه اسمها مفارقه السلامه والحظيره وفي معضله التوأم، الحاجات دي ممكن تتعمل لها محاضرات متخصصه. فور فان يعني مش حاجه. المهم ان الايه؟ اتفضل. علي صوتك، علي صوتك. الكلام التعمق؟ تمام، كم واحد معانا؟ هو بيقول إن أنا بشرح دلوقتي حاجة إيه فيها عمق كبير جدا. إيه؟ مش جدا بس فيها حاجات إيه؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ هندسه؟
زلزال عملنا حاجة خير الجزء التربيع ده. طب عايز اللي قلته؟ لو انت دخلت المحاضرة دي كلها حتة دي وكسبت، لو انت فهمتها يبقى كسبت. لا واحد دلوقتي انا ممكن اخلي المحاضرة دي كلها حتة تمام؟ يعني دي فيها اشكال، انا غزل في كل خطوة فيها اشكال. ايه؟ بناخده ليه دي بقى؟ يعني ايه؟ معلش ما توقفش المحاضرة عشان يعني خلينا في الاخر كده نتكلم عنها تمام؟ بناخده ليه؟ يا جماعه العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده ها؟ ما ينفعش من اول نفس. على فكره على فكره ما ينفعش من اول نفس ها؟ تفهم الغايه العظيمه والحكمه العظيمه. احنا يعني لسه الاول بس بنشوف، هنشوف احنا الحاجات اللي بنشوفها دي بنعرف احنا بنتكلم فيها. يعني نعرف طب ليه بقى احنا بنتكلم؟ ده مش هيبان الا بعد سلسله المحاضرات. احنا بس بنشوف بنتعرف على الاشكال اللي احنا لو درسنا في النظريه النسبيات هنجلس في ناس هتفهم انا بتكلم فيه. في ناس هتفهم انا بتكلم فيه تمام؟ حته كبيره خدها ليه ده موضوع اخر ومش موضوع محاضرتي بس ممكن اتكلم فيه تمام؟ يبقى الشخص ده ايه؟ زاد من عمره قد ايه؟ وصل زاد 12 سنه بس. فرق ما بينه وما بين فرق ما؟ لا عارف صوتك مش هسمعك. مش متذكر. بس هي برضه يعني ايه سرعات رحمة يعني لا تصغر بالنسبة لسرعة الضوء ولو هيحصل فيها تايم دايليشن هتبقى حاجة من فيمتو سكند أو كده يعني. مش هتلاقي حاجة مش هتلاقي. بس في جسيمات المايكروس بتنزل من طبقات الجو العليا للارض المفروض ان عمر الجسيمات دي 2 ميكرو سكند حاجه زي كده عشان بالنسبه لنا احنا تنزل بسرعه يعني بتتحرك 99% من سرعه الضوء توصل للارض محتاجه سنه 16 مش 2 ومع ذلك بتوصل ازاي؟ بيحصل لها تايم دايليشن الزمن بينكمش بالنسبه لها وبتوصل للارض. مفيش نظريه بتفسر وصولها للارض غير النظريه النسبيه. ده كشف عمل النظريه مش موضوع تمام؟ الوقت الراجل طلع رجع شاف الاحداث على الكره الارضيه بعد 12 سنه شافها بعد 20 ما هو رجع بقى في الاطار بتاعنا احنا فهو خاضع للزمن بتاعنا احنا عمره زاد 12 سنه عمره زاد 12 سنة بس هو بيشوف الأحداث بتاعت إيه؟ 20 سنة يعني كام سنة قدام؟ 8 سنين يبقى هو عارف سافر للمستقبل 8 سنين يبقى ترافل تو فيوتشر القصة دي كلها بالعنوان ده يبقى أنا مش هسافر للمستقبل بتحرك أكون متحرك الحركة اللي أركب فيها بقى عربية أركب حمار أركب سفينة فضاء أركب أي حاجة هيحصل تايم دايليشن وكل ما السرعة تزيد كل ما الفرق يزيد يعني المركبة الفضائية زي اللي بتتحرك دي كان سرعتها 80% من سرعة الضوء فرقت في 8 سنين تمام؟ طيب احنا اللي بنركب عربية الصوت لو سمحت يا جماعة الصوت لو سمحت صوت عشان اعرف بس اركز. احنا اللي بنركب عربيات بنركب حاجات بطيئه جدا بيحصل فعلا التايم دايليشن بس في فروق يعني ايه؟ 1 على مليون البليون من الثواني. يبقى احنا فعلا جربنا نخضع على التايم ماشين سواء كان التايم ماشين على هيئه عربيه على هيئه قطر على هيئه طياره على اي هيئه متحركه تمام؟ وجربنا السفر عبر المستقبل يعني عدم الاعمار كميه قليله وبعد ما وقفنا شفنا ايه المستقبل الفرق الزمني طويل مش محسوس انما يبتدي تحسه ابتداء من تلت سرعه الضوء تمام يبقى التجربه دي كلنا مرينا بيها السفر الى المستقبل بقى قريب جدا بعيد جدا مش تمام
يبقى احنا اول حاجه كده اتعرفنا عليها من التايم ماشين انها عباره عن ايه؟ عن اي جسم متحرك وفقا للنسبيه الخاصه وفقا للنسبيه العامه، عن اي جسم ليه جاذبيه عاليه جدا لان التايم بيتاثر بالجاذبيه، بس ده مش موضوعنا. تمام؟ زي البلاك هول. عن اي جسم متحرك. لو انا اتحركت فيه مع كده رجعت وقفت هلاقي فرق في الزمن ما بين اللي مر عليها وما بين الناس اللي كانت واقفه. الفرق ده هو الجزء اللي انا سافرت له في المستقبل. يطلع صغير يطلع كبير، انا كده سافرت لايه؟ للمستقبل. تمام؟ في اشكال؟ الجزء اللي جاي اصعب. فستوب ولا يلا يعني انا شايف استهلال وشايف صاحبنا باشمهندس بيشتكي. لا فانا ما كنتش اعرف الموضوع اكمل. الفكره مش ان الموضوع صعب. واحده واحده اللي عايز، معلش انا اسف، اللي عايز يكمل يوقف. الجزء اللي جاي مفيش معادلات. ايه؟ طيب الجزء اللي جاي مفيش معادلات قد ما فيه ايه؟ تخيل كده وفلسفه. تمام؟ حلو قوي. دكتور لو سمحت بس عايز اعرف هو حضرتك عايز توصل لايه؟ انا المحاضره بتاعتي اسمعي ايه انت؟ شفت ليفل؟ ما مش كله يعني. طيب المحاضره بتاعتك عنوانها التايم ماشين. التايم ماشين ان انا اسافر ايه؟ خلال الزمن، ازاي انتقل الى المستقبل وازاي انتقل الى الماضي وازاي انتقل لحظيا. احنا كده اتكلمنا عن المستقبل، الشق بتاع المستقبل. تمام؟ ازاي ان ايه؟ مش هنقول من حيث التطبيق. على الاقل من حيث المبدا بالفكر. تمام؟ اتفقنا؟ هنبتدي بقى نتكلم عن الموضوع الصعب بتاع ايه؟ قبل ما اخش على السفر عبر الماضي هفكر شويه. عبر الماضي؟ اي حدثين هم اي حدثين بغض النظر عن ايه هم الحدثين دول؟ ايه اللي فرق ما بينهم؟ ها؟ زمن حدوث الحادثه ومكان حدوث الحادثه. اسالناه لا حادثتان متطابقتان لو معاهم صح يعني او متطابقتان. لا حادثتان متطابقتان في المكان والزمان. صح؟ الجملة دي صعبة؟ تمام كده؟ مفيش حاجتين زي بعض في الزمان والمكان. لازم على الأقل فرق في واحد، على الأقل أو فرق في الاثنين. أنا عارف. سؤال بس بالنسبة لحضرتك شرحت قبل كده، لو الواحد وصل لسرعته بسرعة الضوء طبعا هل الزمن هيقف؟ بالظبط. يفترض يعني ده مثال، بس هو مش هيوصل لسبب، هيحتاج انفينيت من الطاقه هقولها. تمام؟ ومش لابد يعني كتلته هتبقى ماليه النهايه؟ ايه؟ الكتله بتاعته هتبقى ماليه النهايه. ما هو ده اللي بقوله، هتحتاج طاقه تساوي ماليه النهايه لان الكتله تساوي ام اس سكوير، فكتلته هتساوي ماليه النهايه. ماشي. لو عوضنا بيها في المعادله دي الطاقه هتطلع ماليه النهايه، هو عشان زياده الحرارة بسرعه الضوء. كان في حاجه تقريبا بتقول ان لو جسمي يوصل بسرعه الضوء المفروض بيتلاشى ويتحول لفوتونات. دي انا اشك فيها. ما نزلش اي مرجع يعني. تمام؟ ما قالش هو هيتحول لايه؟ لان هو حاجه مش هتحصل. في حاجات مش هتحصل بس نعرف نقدر بالاناليسيس كده نعرف هي هتعمل ايه لما. وفي حاجات ما نقدرش نخمس، بس بكل تاكيد الكون ده هتزيد الى ما لا نهايه. طب هتبقى الى ما لا نهايه شكلها ايه؟ هتتحول بتاع مش عارف. ممكن يكون تتحول الى فوتونات على اساس ان مفيش حاجه بتتحرك بالشكل ده الا الفوتونز نفسها. بالظبط. مع اي حاجه ليها كتله، ما تقدرش توصل بسرعه الضوء. واللي يقول كده كذاب. مش
في ضجة على اكتشاف الشكل ده ونزلوا تكسير رسمي. طيب واحدة واحدة بقى فكر خارج المعادلات شوية. قول خدوا بالكم يا جماعه النسبية خاصة متعلقة بإيه؟ برافو عليك السؤال ده. الحركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة. لو هو بقى غير الاتجاه غير السرعة دي ما تبقاش نسبية خاصة تبقى نسبية عامة بقانون. والمثال اللي أنا ضربته ده مثال خيالي شوية لأن صاحبنا اللي هيطلع بالمركبة الفضائية هيتسارع كانت سرعته الزيرو هيتسارع لحد ما يوصل 810 سرعة الضوء. ولما يجي يفرمل هيتباطأ. فالمثال مش دقيق. لأن إيه؟ في عملية تسارع في أكسلريشن وبالتالي المفروض ندخل بالنسبة لعامة الموضوع. بس إحنا بنفترض بس عشان نتصور الكلام اللي إحنا إيه؟ بنتكلم عنه. طيب أي حدثين في الدنيا عندي ده حدث اسمه event one وعندي ده حدث ثاني. انا عايز اسال سؤال، في حد يعرف يضرب لي مثال لحدثين متعلقين ببعض بحيث احدهم يبقى سبب والتاني نتيجه؟ واحد فيهم سبب يبقى ده نتيجة. حدث اجتماعي سهل. انتوا عايزين ايه عايزين؟ طب خلينا بقى ايه نشترط مثلا لو ذاكرت هنجح. انا بنجح ليه؟ لان ذاكرت ضحيت. بغض النظر عن الناس اللي بتذاكر قبل الامتحان بساعة وبتنجح، لا خلينا في الأمثلة الطبيعية يعني ايه؟ عشان بس نعرف نتكلم في المحاضرة بتاعتنا. ماشي؟ أنا هذاكر إذا أنا هنجح. دول حدثين، في حدث المذاكرة وفي حدث النجاح. حلو؟ حدث المذاكرة وحدث النجاح. الحدثين دول أحدهما سبب والآخر نتيجة. الحدثين دول بنقول عليهم إيه؟ dependent events. حدثين متعلقين ببعض، أحدهما بيؤدي إلى الآخر. تمام؟ أحدهما بيؤدي إلى الآخر. في أحداث مش متعلقة ببعض؟ آه، زي أنا بتكلم دلوقتي وفي طالب هيقول وهيش دي مالهاش دعوة بدي. تمام؟ دي أحداث مش متعلقة ببعض، ممكن تحصل في نفس اللحظة، مفيش مشكلة. إنما حدث فيزيائي مثلا زي إن الشمس بتختفي فجأة. الشمس هي اللي مأثرة على الكرة الأرضية، قوة الجذب بتاعها في الكرة الأرضية بتلف حوالين الشمس. الشمس اللي فجأة الكرة الأرضية مش هتتأثر بأي جاذبية، وبالتالي زي ما مثلا كده بيلف حاجة كده أول ما يسيبها هتتحرك في اتجاه المقاس. طيب هل السؤال بقى الانتقال ده لحظي؟ يعني مش ده اللي احنا بقى عايزين نتكلم عنه. وهنتكلم هل يمكن ان احنا نعكس. احنا شفنا في نسبية الزمان ان الازمنه بتتغير. شفناها بتتغير. شفنا ال 20 سنه عندنا اصبحت 11 سنه عندنا ازاي؟ تمام؟ سؤال ممكن طالما المسافه الزمنيه قلت ممكن تنعكس؟ هنا بنقسم الايفنتس بتاعتنا احداث متعلقه ببعض واحداث مش متعلقه ببعض. لان هنا هنشوف هل يمكن ان انا مثلا اعكس ما بين السبب والنتيجه. هل النتيجه تحصل؟ الو تمام كده؟ لو حصل ان النتيجه ظهرت قبل سبب احنا هنلعب في نسبيه الزمان. يعني هنخلي ايه؟ بدل ما تطلع موجب 12 تطلع سالب 12.
يبقى الحدثين اتقلبوا. الحدث الثاني بالنسبه للراس الاخر ظهر قبل الحدث الاولاني. طيب هل انعكاس الزمن ده متعلق بكل الاحداث اللي في الدنيا؟ ولا يحصل للاحداث اللي مش متعلقه ببعض فقط؟ ولا يحصل للاحداث اللي متعلقه ببعض؟ ولا ايه القصه؟ تمام؟ انا عندي حدثين اهو. احنا اتفقنا ان الخاصيه المميزه لاي حدث المكان والزمان، بحيث ان مفيش حدثين بيتطابقوا في المكان والزمان الا اذا كان نفس الحدث. تمام؟ طيب حدث ما حصل بعديه بوقت هيحصل حدث تاني بعيد منه مسافه ما هيحصل حدث تاني. تمام؟ حدث الحدث التاني اهو. هنا فرق في التوقيت وفرق في الايه؟ في المسافه. تمام؟ طيب في حاجه معينه عايز اقيسها، حاجه انا مسميها توصيل خاص بيا اللي هو السرعه ما بين الحدثين. يعني الحدث ده ظهر بسرعه قد ايه من الحدث الاولاني، التاني بسرعه قد ايه؟ تمام؟ فنقول في ترانسفير بيساوي ايه؟ دلتا اكس اوفر دلتا تي. يعني الحدث دلتا اكس اكس 2 ناقص اكس 1، دلتا تي الفرق ما بين الزمان تي 2 ناقص تي 1. لو قسمت المسافه دي على الزمن ده يطلع لي ايه؟ هيطلع لي سرعه. السرعه دي انا بسميها سرعه الانتقال، سرعه الانتقال من الحدث الاولاني للحدث الثاني. تمام؟ سرعه بالنسبه لمين؟ ايه؟ بالنسبه للي بيحصل الحدثين. تمام؟ يعني بقول ايه مثلا الحدثين عشان يصاروا، في واحد منهم بيجري بيقول للحدث الثاني يلا اشتغل، الحدث الاولاني ايه؟ خلص. تمام؟ فدي كانها سرعته. الفي ترانسفير. حلو كده؟ طيب. لو في حدثين متعلقين ببعض، الحدث الاولاني سبب كوز. هيعمل انفكشن عشان يؤدي الى الحدث الثاني اللي هو نتيجة. تمام؟ هنا انفكشن في سبب وفي نتيجة وفي تأثير ما بين السبب وما بين النتيجة. تمام؟ زي الشمس والارض. الارض بتدور ليه؟ نتيجه لوجود كتله الشمس. صح؟ تمام؟ فالسبب هنا الشمس، النتيجه دوران الارض، الافكشن الجاذبيه، وهكذا وهكذا. انا ذاكرت، انا كنت بذاكر، انا هنا. تمام؟ طيب التاثير ده ايا كان جاذبيه، ممارسة ما أنا بعملها علشان أأثر فيحصل الحدث التاني. ليه سرعة؟ السرعة بتاعته برضه الفرق ما بين الحدثين في المكان والزمان، مسافة عن سنة. حلو؟ من مسلمات النسبة الخاصة إن مفيش حاجة تنتقل أسرع من الضوء. مش شرط أجسام مادية، ممكن تأثير مش مادي زي اختفاء الشمس. الضوء بيوصل للشمس خلال قد إيه؟ 8 دقايق. صح؟ لو الشمس اختفت الجاذبية بتاعتها تختفي. اختفاء الجاذبية تأثير ولا مش تأثير؟ تأثير. بموجب النظريه الخاصه التاثير ده ما ينفعش يبقى ايه؟ اصعب من الضوء. عبال ما الارض تقول يا ده ما فيش شمس صحيح 8 دقايق على الاقل.
بموجب النظريه النسبيه الخاصه مفيش تاثير هتطلب اسرع من كده. تمام؟ لو الحدثين بضعه مضيئه بعض يعني في افكشن السرعه اللي ما بينهم في افكشن لازم ولابد محاكمة انها تبقى اصغر من سرعه الضوء طبعا في تاثير والتاثير كان مفيش كيان اكبر من سرعه الضوء. طيب لو الحدثين مش متعلقين ببعض هيبقى التاثير هيتاثر من الترانسفير الانفكشن هيتاثر من الترانسفير انتقال الانفكشن السرعه ما بين اي حدثين سواء متعلقين ببعض او مش متعلقين ببعض. لو مفيش علاقه ما بين الحدثين انا التليفون بتاعي فانت التليفون بتاعك ده مفيش علاقه ما بين الحدثين تمام؟ ممكن يرنوا في نفس الوقت فسرعه التاثير دي تطلع قيمه اكبر من سرعه الضوء. ليه؟ لانها مش تاثير اصلا. مش شيء. لان لو كان تاثير ما كانش هينتقل باسرع من الضوء. الخلاصه هنقول ايه؟ هنقول ان السرعه ما بين يعني سرعه الانتقال من الحدث الاولاني للحدث الثاني لو الحدثين متعلقين ببعض لازم السرعه تبقى اقل من سرعه الضوء. اما لو مش متعلقين ببعض وارد انها تبقى اقل من سرعه الضوء، وارد انها تساوي سرعه الضوء، وارد انها اكبر من سرعه الضوء. مثال الشمس لما اختفت في تاثير حصل ان الجاذبيه ازيدت فالارض انطلقت. ازاله الجاذبيه تاثير حصل ما بين سبب والنتيجه لازم يبقى ابطا من الضوء فابتدت الارض تحس بيه بعد 8 دقائق. طيب جميل. لنفرض بقى ان الشمس مثلا من جوه حصل فيها اي حدث من ما يعني ذره اتحولت من شكل لشكل اي حدث من ما تمام؟ وفي الارض حصل حدث ثاني. هنا مفيش تاثير ينطبق عشان نقول ايه؟ عشان نقول ان المفروض ان الحدثين يبقى بينهم الثمان دقائق مش شرط. فاهمين؟ دي احداث مش متعلقه ببعض. تمام كده؟ فممكن تحصل في نفس اللحظه. طيب عايزين نسال نفسنا سؤال، ايه هو السفر للزمن الماضي؟ ان انا اجيب حدثين متعلقين ببعض واحد انا ذاكرت انزل انا ناجح يبقى واحد سفينه فضائيه بنلعب في نسبيه الزمان كده بس بدل ما كان بيطلع بره اصغر نطلعه بالسالب فيطلع لي النتيجه عن السبب فيشوف القصه يشوفها ازاي؟ يشوفها انا نجحت وبعد كده يشوف انا نزلت. ده اللي احنا بنفكر فيه كل ده تفكير من حيث المبنى. ماشي؟ ده اللي احنا بنفكر فيه. نلعب في الاسبيت زي ما بنشوف ده. هو فلسفيا ده صح؟ نشوف علميا. هتعرف بقى ها؟ طب الشمس اختفت ورجعت فجاب من 8 دقايق وصلنا لتاثير الحدث ولا لا؟ هيوصلك تمام؟ والكره بعدها تبع بعد 8 دقايق وبعد كده بقى لو ما فهمتش قوي وما فهمتش قوي اثر بجاذبيه الشمس تمام؟ يعني لو هي ما بعدتش عن الاسئله انا دلوقتي عايز افهم هل هو لو في حدثين مش متعلقين ببعض ممكن واحد يركب سفينه فضاء وسفينه الزمان يشوف الحدث الاولاني عن الحدث الثاني زي اللي اتولد في نفس اللحظه اثنين اتولدوا ولد وبنت او الولد اكبر من البنت بالنسبه لنا احنا ولاده الولد مش متعلقه بولاده البنت ملهاش دعوه مش عشان الولد اتولد البنت هتولد حدثين مستقلين واحد في وسط اخر لانه ماشي بسرعه مختلفه في اتجاه مختلف ممكن يشوف العكس البنت قبل الولد. في الاحداث الغير متعلقه ببعض ممكن نلعب في الاسبيت الزمان ونعمل كده. احنا دلوقتي بنسال الاحداث المتعلقه ببعض، هل هذا ممكن؟ هنشوف النتيجه قبل السبب؟
احنا قلنا في البدايه ان لو في اي حدثين متعارضين ببعض في منهم تاثير. التاثير لا يمكن يبقى اسرع من سرعه الضوء. انما لو ما فيش واجب ان الحدثين السرعه ما بين حدوث الاولاني والثاني يعني بسرعه قد ايه؟ يعني سرعه تباعد الاحداث انجاز التعبير تطلع اكبر من الضوء، تطلع لحظيه، تطلع اقل من سرعه الضوء زي ما تمام؟ يبقى نعيد السؤال المهم، نعرف السفر الى الزمن الماضي هو ايه؟ من وجه اللي احنا هنتناولها في الدراسه. ان احنا نعكس حدثين، اي حدثين؟ لا. متعارضين ببعض. احداث متعارضه ببعض نشوف النتيجه قبل الزمن. ساعتها انا كده بسافر الى الزمن الماضي. تمام؟ لان انا جاي من المستقبل، جاي من النتيجه ورايح لايه؟ للسبب اللي قبلها. انا كده بسافر للماضي. طيب عايزين نحط كونديشن معينه. احنا قلنا في علاقه ما بين في نسبيه الزمان، قلنا تلتا تي بتساوي الجاما في التلتا تي داش. دي نسبيه الزمان اللي برمناها تحويل لورنس، واللي حسبنا منها ايه؟ قصه اللي راح للنجمه اللي اسمها سيريس، واحنا 25 سنه وهو راح ورجع ومر وزاد على عمره 12 سنه. مش دي المعادله اللي استعملناها؟ ها؟ هنستعملها دلوقتي عشان ايه؟ نشوف الاحداث تنعكس ولا لا؟ اتفضل. انا ما فهمتش وما سمعتش. طب استنى، المفروض ما سمعتش وقلت لي ما فهمتش. لما بنتكلم سوا النتيجه عادي. عندي دي المعادله اللي استعملناها علشان ايه؟ علشان نحسب الرحله للراجل المسافر، واحنا حسبناها كام ولقينا في فرق كذا. هنستعملها برضه علشان نعرف ايه اذا كان يمكن ان احنا نعكس الاحداث ولا لا. طبعا نعكس الاحداث يعني ايه؟ يعني هنركب مركبه فضائيه علشان نلعب في الزمن. تتحرك بسرعتين، احنا بنسرعه كام؟ وفي اي اتجاه؟ عشان نعكس الاحداث وبالتالي نكون سافرنا الى الزمن الماضي. اللي اتكلمنا عن في اول محاضره خالص. احنا عندنا الزمن ما بين السبب والنتيجه تلتا تي. تمام؟ زمن اكبر من الزيرو. الزمن ما بين حدثين زمن اكبر من الزيرو. خصوصا الحدثين المتعلقين ببعض. تمام؟ تمام كده؟ طيب احنا بنسال سؤال، هل يمكن ان واحد في سفينه فضاء في اطار زمان اخر ان تلتا تي بتاعته تبقى اصغر من الصفر؟ ما هي دي تي 2 ناقص تي 1. هل يمكن ان عنده تبقى تي 1 ناقص تي 2؟ ده السؤال. تحويل لورنس قلنا ايه؟ شلنا التي داش وحطينا مكانها المعادله بتاع تحويل لورنس. هنشوف ايه بقى الشرط
اللي يؤدي الى ان الاحداث تنعكس. لو واحد اتحرك في الدرج، لو قسمنا الطرفين على جوه ادي الدلتا تي ماينس الفي على السي سكوير. طبعا ارتفعت ان الدلتا اكس رقم موجب، هنودي ده الطرف الثاني نظر من البي سكوير في على السي سكوير دلتا اكس، هقسم الطرفين على دلتا اكس او هقسم الطرفين على دلتا اكس ولا اقسم الطرفين على دلتا تي. هقسم الطرفين على الدلتا تي والفي زي ما هي دلتا اكس على دلتا تي، وهطلع دي الطرف الثاني كده سي سكوير. تمام، الدلتا اكس على الدلتا تي كان اسمها ايه؟ في ريفليكشن. تمام، يبقى الفي ريفليكشن في في اكبر من سي سكوير. شايفين الفي دي كانت ايه؟ سرعه الهيكل مركبه فضائيه. الفي ريفليكشن سرعه التقسيم ما بين الحدثين اللي انا وهو بنبص عليهم. تمام، اللي انا وهو بنقصد حدثين انا بقصدهم، لقيت ان الحدث الثاني حصل بعد الحدث الاولاني، بس هل يمكن ان بالنسبه له هو زي ما لعبت في قيمه الزمن العب في اتجاه الزمن ويبقى عنده ال تي 2 داش بس تي 1 داش تطلع رقم السالب، بحيث يبقى الحدث الثاني بعد الحدث الاولاني؟ ده السؤال اللي كنت بساله. شلت قيمه التي داش حطيت ايه؟ تحويل لورنس. وصلت لاخر الشكل بالمتبين دي. ايه؟ لو سمحت يا باشمهندس، لو سمحت. يعني ما ينفعش كده. وصلت لاخر الشكل. تمام؟ ايه؟ سرعة التأثير في السرعة النسبية ما بين المراقب وما بين اللي راكب وكلاهما نفس الحدثين. كلاهما نفس الحدثين. أكبر من مربع سرعة. يعني يبقى إيه؟ سرعة التأثير أكبر من مربع سرعة الضوء على السرعة النسبية، أو السرعة النسبية أكبر من مربع سرعة الضوء على سرعة التأثير. تمام؟ احنا كنا بنسال سؤال، هل بامكاني اعكس احداث متعلقه ببعض؟ الاجابه صارت هنا. قال لك في حاله من الاثنين، في حاله ماسوره التاثير اكبر، طبعا ما فيش دي مش هتبقى اكبر من سرعه الضوء. مبدئيا هنفرضها كده، فهتبقى الشكل ده كده سرعه التاثير اكبر من سرعه الضوء، أو سرعة الانتقال السرعة النسبية ما بين اللي بيوصلوا أكبر من سرعة الضوء. السؤال، هل في تأثير؟ هل تغير سرعة الضوء؟ ها؟ مفيش. هل في راصد هيركب مركبه فضائيه هتعدي سرعه الضوء؟ مفيش. يبقى انعكاس زمن حدثين متوقف على حاجتين من حيث المبدا ما بيحصلش. بس المبدا ما بيحصلش. ان لازم يعني انا عشان انجح انا اردت النجاح. أنا عرفت النجاح ده السبب. أنا هنجح ده النتيجة. التأثير إن أنا هزيد. عشان يجي راصد راكب مركبة فضائية يوصل العكس نجاحي قبل إرادتي للنجاح، مطلوب منه أنا حاجة أو هو حاجة. يا إما إن هو يتحرك بسرعة أعلى من سرعة الضوء، يا إما إن أنا أذاكر مذاكرة انجاز التعبير طبعا اسرع من الضوء او السوبر قرب. تمام، فالسفر الى الزمن الماضي مستحيل.
ها؟ كام يا باشمهندس بيشتغل؟ انفينيتي. انا عشان ابقى في المكان ده وفي اخر المؤتمر في نفس اللحظه سرعتي انفينيتي. يعني اسرع من الضوء. ها؟ اعمل ايه؟ طبعا على طريق ستيفن هوكينج يقول لك عايز تنتقل لحظيا سافر للمستقبل 5 سنين زي المساله اللي احنا عملناها مش تمام وسافر بعد ما تخلص سفر المستقبل 5 سنين سافر للماضي لو قدرت تتعدى سرعه الضوء ارجع 5 سنين يبقى انت انتقلت لحظيا. طيب السفر للماضي يتطلب سرعة أعلى من الضوء والسفر اللحظي اوريدي سرعة أعلى من الضوء. لذلك إذا أردت أن تسافر لحظيا يعني بسرعة أعلى من الضوء فعليك أن تسافر بسرعة أعلى من الضوء عشان تسافر للزمن الماضي. دي أنا كنت بكتبها امبارح وقلت سرعة الضوء الأولانية غير سرعة الضوء الثانية. تمام؟ يبقى باختصار التايم ماشين هي آلة ما بالنسبة للنسبية الخاصة أي مبحر عشان هيلعب في الزمن يا إما هيسافر للمستقبل. الأمر بتاع المستقبل مش مستحيل لأنه لا يتطلب سرعة أعلى من سرعة الضوء. يا إما هيسافر للماضي لو قدر ومش هيقدر يتعدى سرعة الضوء. يا إما هيتطلب لحظية يسافر هنا وهنا. يبقى دي فكرة التايم ماشين عبارة عن ايه؟ جسم متحرك يظبط نفسه مع سرعة الضوء. هتسافر للماضي زمن مش هتحصل. هتسافر للمستقبل هو زود السرعة بس ما تزودش عن ايه؟ سرعة الضوء. مش هتقدر برضه تزود سرعة الضوء. هتسافر لحظيا هتسافر كده تمام؟ هتعرف سؤال؟ قول. ها؟ أعتقد إن الدور يعتبر على مسايمات لازم تبقى تتخيل. إيه؟ الدور. الدور عبارة عن مسايمات لازم تبقى تتخيل. بالظبط. تمام؟ طبعا احنا لو قدرنا مثلا نبطل الدور، صراحة مسايمات تبطل الدور. تبطل الدور. يعني مثلا لو قلنا إن الدور مثلا هو كنت تمام ده مثلا اللي هي النتيجة. انا بس عايز ارجع من السيرفر كده مش بعرف اوصل الدور. لو قدرنا نبطل الدور ما فهمتش. يعني لو قدرنا مثلا نبطل الدور لو قدرنا نبطل الدور نبطل الدور مش كده ممكن احنا يعني الضوء هو اللي بيتغير بسرعته صح؟ انت هتبطله صح؟ لما تبطله افوق واسال حصل ايه؟ لان هو العنصر الوحيد اللي ايه؟ اللي اتاثر بتغيير سرعته. فاهم معايا؟ يعني قصدي يعني اخر وقت تحديدا مثلا الجسم لو وصل سرعه الضوء اي جسم وصل سرعه الضوء الزمن يعني لو واحد بيحرك بسرعه الضوء يعني واحد بيحرك بسرعه الضوء بالنسبه لنا احنا زمن قد ايه؟ زمن يعني 20 سنه 25 سنه. انا قصدي مش هيرجع 12 سنه زي ما عمل ده هيرجع وقت ما ايه؟ مثلا الزمن بالنسبه له طبعا عمره ما زادش. لو اي جسم مثلا وصل سرعه الضوء ممكن يتحول في ممكن ايه؟ يتحول في فوتونات. يتحول في فوتونات؟ انا سمعت المعلومه دي بس مش متاكد منها. انا قصدي لو احنا رجعنا لورا يعني مثلا احنا الفوتونات دي رجعنا لورا ممكن تكون لها فوتو مثلا. اه تتكتل اه بس برضه يعني ايه الموضوع ده مش بتاعي ده خاص بالبارتنرز تمام؟ ما اقدرش يعني ما عنديش في الموضوع فدي فكره المحاضره. طبعا انا المفروض ان انا كنت بدي النسبه الخاصه في المحاضرات من البدايه كان من زيرو من اول خطوه بخطوه لحد ما نوصل للحاجات دي. فانا ابتديت على اساس ان انا ايه هنتفق على مسميات تحويل النورس كان فريق. طب في حد عكس سؤال المحاضره؟ عشان هتكلم في موضوع تاني. ها؟ بسرعة
يقدر اه هو بالنسبه له بقى عمره ما زادش، واحنا عمرنا زادت في 20 سنه، فكل ما زاد بسرعه اعلى واعلى واعلى واعلى. طبعا كل ده ساينس فيكشن يعني، مش كل ما كان سفر المستقبل بيستهلك منه عمر اقل، ف 8 من 10 عشان يسافر 20 سنه استهلك من عمره 12. لو 99% ممكن يستهلك سنتين عشان يسافر 20 سنه، لو سرعه الضوء مش هيستهلك من عمره شيء وما الى 20 سنه. انا قصدي ان احنا لما بنسافر بسرعه بنقدر نسافر بسرعه. لو بالظبط لو اخترعت سرعه الضوء هرجع للماضي، بس لو عوضنا في سبيس زمان نطلع ايه؟ كومبلكس نمبر. يعني هنا الامر بقى ايه؟ مش هنتكلم عن بعض نسبيس زمان على اساس هيبقى فيها كومبلكس اناليسيس، فاتكلمنا عن ايه؟ ترتيب الاحداث. ها؟ حد عايز صوت القمر؟ تفضل. هو انا حاليا عشان اساسا موضوع الحضارات الاكاديميه بتعلم الرياضيات من بالنسبه له ايه؟ حضرتك مثلا عندك 20 سنه، تمام؟ انا بقول لك بما ان حضرتك
وجودي في الدنيا غير متعلق بحدث وجودي في الدنيا ممكن راسه تشوف انت ال 33 وانا ال 20 تمام؟ الا وليا الشرف لو انا وزني لا مش هيبقى لكن بيمشي باسرع من الطول دي مش ليها دعوه بالدنيا تمام؟ ففي واحد بيتحرك باتجاه معين ممكن يشوف الفرق اقل يعني فرق 13 سنه اقل من 13 سنه واحد بيشوف العكس تمام في اتجاه اخر لو مش على كده بالظبط ودي كنت عايز اقولها بس عشان ما اقولش ايه لحظه الموضوع دسم شويه تمام برافو عليك هوريك معادلة احنا متعودين على ايه؟ وعلى فكرة تعودوا على المعادلات لو سمحت يا باشمهندس ما ينفعش عايز تتكلم؟ اتفضل بس عشان انا بطلع وعشان في ناس بتتكلمك انا ما بسمعهاش تمام؟ هوريك معادلة حلوة وتعودوا على المعادلات معلش يعني ما ينفعش لو انا هاجي محاضرة مش هقول فيها معادلة انا اللي بقول لك ما تجيش هاجي اقول لك كلام هتقراه الكتاب تنزل ليه من بيتك وتقراه من الكتاب انا لازم اجي عشان اقول حاجه لازم تشرح انا لو هاجي اتكلم واقول لك السماء فيها 50,000 مليون مليار نجمة حاجات تقراها في الكتاب فنتعود شويه على المعادلات تمام معادله سهله جدا تافهه جدا في اللي انت بتسال فيها مين اللي بيسال انت بص يا جماعه احنا عارفين ايه ان انا لو جيت القطر بيتحرك كده بسرعه 50 والقطر التاني جاي بالعكس بسرعه 50 هيتهيألي ان القطر التاني سريع جدا لان انا بتحرك ناحيته وهو بيتحرك ناحيتي صح؟ انا بقول كلام غريب طيب هيتهيألي ان سرعته كام؟ 100 تمام؟ ولو بيتحرك في نفس الاتجاه بتاعي زيرو الميكانيكا الكلاسيكيه فيها عمليه جمع وطرح السرعه في النسبيه قال لك لا الجمع والطرح هيبقى كده بقى السرعه النسبيه اللي احنا بالنسبه اللي احنا قلنا عليها من شويه 100 او 0 هتبقى كده في 1 بلس اور ماينس على حسب هنجمع او نطرح في 2 على 1 بلس في 1 في 2 على سي سكوير انت كنت بتسال على ايه؟ ضرب بيتحرك كده وضرب بيتحرك كده السؤال هل هنشوف الضوء بيتحرك باتنين سي؟ نظريه ماكسويل بتقول ممنوع لا هتشوفه ايه؟ سي. قبل لورانس عمل القوانين اللي احنا شفناها في بدايه المحاضره تضمن ان كلام ماكسويل ما يطلعش ايه؟ غلط. لان ماكسويل بيقول لك هنشوفها سي مهما كان الوقت. تمام؟ فلو انت بتتحرك كده بسرعه الضوء وحد بيتحرك في عكس اتجاهك بسرعه الضوء برضه هتشوفها سي. فعايزين نأسس الميكانيكا جديدة مش نجمع ونطرح لأن احنا لو جمعنا وطرحنا بتبقى على طريقة جاليليو كده تمام هتطلع ايه السرعة 2 سي وده غلط ده غلط طب المعادلة دي في ايه؟ تعالوا نشوف مش ماكسويل بيقول مهما كانت سرعتك بالنسبة لسرعة الضوء هتشوفها سي ها؟ لو سمحت هتشوفها سي؟ تعال نشوف المعادلة دي هتعمل ايه؟ هتشوف السرعة النسبية. أنا بتحرك بسرعة الضوء. واللي قدامي جاي كده بيتحرك بسرعة الضوء. على 1 بلس ال في 1 بسرعة الضوء، ال في 2 بسرعة الضوء على سي سكوير. ده بكام؟ ب 2 سي. ده على ده بواحد، 1 زائد 1 2. يطلع ناتج كام؟ سي. جت منين؟ جت من معادلات تحويل لورنس تقول لو قسمت المعادلات اللي كانت في بدايه المحاضره المسافه على الزمن هيطلع القانون ده. وبكده الميكانيكا تتفق من حيث الماثماتكس بتاعتها مع ايه؟
مع الشق العملي بتاع الفيزياء، ان سرعه الضوء معتمده على ايه؟ النفاذات بعض السياسه الحركه الكهربائيه فقط مش على سرعات. تمام؟ تاني كده تاني اخر معدلين دي سرعه الضوء واحنا على جهاز التربيه ده النفاذات المغناطيسيه ودي السماحيه الكهربائيه والعكس مش البرميتيفيتي تمام؟ السرعه الضوء معتمده على الاثنين دول تمام؟ واحده فيهم متعلقه بقانون ايه؟ كله والثانيه بالمغناطيسيه مش متعلقه باي حاجه فمهما مش متعلقه بسرعه فمهما بتتحرك كده انت شايفها بالشكل ده علشان اساس الميكانيكا تضمن سلامه هذا القانون العملي لازم الرياضيات تبقى في اتصال مع العمل جت تحويلات لورنس بديله عن تحويلات جاليليو وفعلا اكتشفنا ان مهما نتحرك مش هنوصل لسرعه مش هنتعدى سرعه الضوء طيب مش هتبقى سرعه الضوء دي مش هتتغير بالنسبه لنا حد عنده سؤال عشان في موضوع تاني هنتكلم فيه معلش هو لو جسم دلوقتي عدى هنعتبر ان هو تعدى سرعه لو جسم دلوقتي ايه؟ تعدى سرعه الضوء حلو ايه الفشل اللي هيتم في النسبيه العامه بسببه؟ في الخاصه بقى؟ او لا مش تفشل انا سمعت ان هي بتكسر ان هيكسر كلام اينشتاين كله هو هيكسر كلام اينشتاين ليه؟ لان دي مسلمه ابتدى بيها ايه؟ اسس عليها قوانين كلها مسلمه مستوري يعني ايه؟ يعني مثلا عندك تقاطع اي مستويين خط مستقيم مسلم تمام؟ فده عليها القوانين فكل ما تتغير القوانين بتاعتك مبنيه عليها كلام فاضي كلام فارغ فهمت ليه؟ تعرف تصرف في الاكسسوارات ها؟ طيب اتفضل لا ما سمعتش طب قولي واللي سمع اللي كان ده مش عارف بس في نجوم ماتت ولسه الضوء بيوصل منها في نجوم ماتت من سنين طويله ولسه الضوء بيوصل لنا منها يعني لو احنا يعني لو حصل وصلنا احنا للستارز من دي او ستارز بعيده هل احنا هنشوف الماضي بتاع الايرث ولا هنشوف لو وصلنا للستار نفسها اللي ماتت؟ لو غيرت الفريم تغيير الفريم والفرمله بتاعتها بتعك الاحداث ازاي؟ يعني فجاه انت كنت في فريم معين بسرعه معينه فرمت هتبقى قاطع الفريم تاني خالص باحداثه هو بزمن هو بالبساطه هو صاحبنا اللي كان مسافر النجم ايام لما كان راجع هو برضه كان عنده كان شايفنا احنا اللي بنتحرك وهو اللي واقف فكنا بالنسبه له متحركين فكان قيس الزمن بتاعنا زي ما قلنا قيس الزمن بتاعه وتوصل الى ان احنا اقل منه في الزمن بنفس الطريقه لان السرعه هي ثابته وخط مستقيم مش عارفين مين اللي بيتحرك تمام هو اللي عمل نفس الحوار بس لما جه فرق وقف بقى فين؟ في القطار بتاعنا احنا بقى خاضع للقوانين بتاعتنا طبعا ده مثال خيالي لان وجود الفرمله ادى الى ديسيلريشن فكسر قوانين النسبيه الخاصه. معرفش انا كده فهمت السؤال هي بتقول يا دكتور لو احنا بعيد عن الارض ملايين السنين ايه؟ لو احنا بعيد عن الارض ملايين السنين هل هيقدر نشوف الماضي بتاع الارض؟ لو في ضوء بينتقل من الارض يعني بعيد احنا بعاد عن الارض مثلا 4 سنين ضوئيه تمام؟ دلوقتي بعد على الارض 4 سنين ضوئيه، اللي انا بشوفه على الارض دلوقتي بالتلسكوب الخارق بشوفه من 4 سنين، ده في مثال حلو قوي كنت عايز اشرحه بس طبعا يعني كان ممكن اكمل على المساله دي الفرق ما بين ممر فوق التلسكوب وما بين الحسابات
يعني هو كان المفروض هيرجع لي 6 سنين هيبقى في 6 سنين ويرجع 12 سنه. لا لو هاخدها بالتلسكوب براس التلسكوب هلاقي هو بيختلف. فطبعا ده كان انسان اخر بس ايه ما خدش المحاضره كانت الساعه. تمام؟ عندك سؤال؟ ها؟ قول. الصوت يا جماعه الصوت بس عشان اسمع. عشان اسمع. ها؟ مش بقول ان ببطئ سرعه الضوء اه. خد بالك انا ما بطئتش كل حاجه كانت بتتحرك في الاصل بسرعه الضوء. دي؟ اه سرعه. هي سرعه الضوء متعلقه بالميديم. كلها بتتغير بسبب انتقل الوسط لوسط انكسر يعني الضوء حصل له انكسار. دي مش مشكلة واحدة يعني الضوء لو دخل واحد دلوقتي ايه اللي هيقدر يثبت وايه اللي هيتغير؟ تغير الوسط يثبت التردد يغير من السرعة في علاقة في الفيزياء اعتقد تعرف السرعة بتساوي الطول الموجي في نيوتن اللي هو التردد صح؟ لو الضوء انتقل من وسط الى وسط من الهواء للميه السرعه بتتغير وبيتغير الطول الموجي ويبقى التردد. برضو ممكن الابسلون والميو بتوع الفراغ غير الابسلون والميو بتوع الهواء غير الابسلون والميو بتوع الميه فدي تتغير مش مشكله. تغيير الوسط غير سرعه الضوء يبقى قطع يزود مش مشكله. احنا كل ده بيتكلم في ايه؟ ان هل سرعه الضوء بتتغير بسبب الحركه ولا مش بسبب الحركه؟ بتغيير الوسط اه بتتغير. يعني لو كلنا ساكنين في الميه في عالم البحار هنشوف سرعه الضوء اقل منها في الهواء. بس السؤال هل عشان في سمكه بتتحرك اسرع مننا هنشوف سرعه الضوء بتتغير ولا لا؟ مش هنشوفها. تمام؟ يبقى تغيير سرعه الضوء بسبب الحركه النسبيه لا ما بيحصلش. خد بالك انا عندي ثلاث كميات الفي واللندا والنيو. تغيير الوسط بيثبت التردد. تغيير الوسط الميديا بيثبت التردد. تغيير السرعه الحركه النسبيه سرعه الضوء نفسها ما بتتغيرش بتفضل ثابته. مين اللي بيتغير الاثنين دول مع بعض؟ تمام؟ ها انا عندي سؤال؟ ايوه قول قول طب يا جماعه ايه انا كده انتهيت.